مساء النور والهنا والسرور، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم يلا نعيش. اعزائي المشاهدين، جالنا اتصالات كتيره جدا ورسائل كتيره جدا من الحلقه اللي فاتت، بيقولوا كلهم ان هم معجبين بالحلقه ومعجبين بموضوع الحلقه، والحلقه كانت عن العبايه الخليجيه بايدي مصريه. اعزائي المشاهدين، النهارده معانا سفير الاناقه والجمال مستر محمد جمال، رئيس مجلس اداره مصانع سمر ستايل. منورنا النهارده ومشرفنا علشان نكمل بقيه سلسله حلقاتنا عن العبايه المصريه. برحب بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك. طبعا الحلقه اللي فاتت ضجه رهيبه، كل الناس بجد معجبه قد ايه بالعبايات، بستايل العبايات. فعلا الفينش حلو قوي، الشكل حلو قوي، الديفيلي اللي احنا عرضناه على الشاشه ما شاء الله، يعني حاجه كده محدش مصدق ان دي عبايه بايدي مصريه. عايزين بقى نعرف النهارده ازاي كل الناس بتقول شكله صغير جدا، شكله سنه صغير جدا. عايزين نعرف بقى انت ابتديت امتى يعني فعلا في سوق المصري، وابتديت امتى ان انت تقول انا لازم اطلع عبايه مصريه زي العبايه الخليجيه بتاعت بره، اللي كلنا عندنا عقده الخواجه ان احنا اي حد مسافر بره نتصل بيه نقول له عايزين عبايه حلوه. النهارده انت قدرت ان انت تنافس السوق الخليجي بقوه، واصبح الناس بتيجي من بره بياخدوا هدايا وهم مسافرين لدول الخليج من مصانع سمر ستايل. عملت ده ازاي يا استاذ محمد؟ اولا احنا في السوق بقالنا فتره طويله، احنا تقريبا من 2001، وكان عندنا نقطتين مهمين في الشغل بتاعنا او رسالتنا في الشغل. اول حاجه احنا كنا محتاجين ننزل في السوق بشغل مميز ومختلف. عشان الشغل ينجح حتى لو مميز ومختلف لازم كمان تكون الجودة بتاعته جودة عالية، فاحنا مهتمين بكل التفاصيل بتاعة القطعة من أولها لآخرها إنها تطلع بجودة عالية، من أول الشيفون الطرحة اللي احنا بنعملها للحرير بتاع العباية، للتفاصيل بتاعة الخيوط، للمكان اللي بنشتغل بيه. بنحاول في كل مرحلة من المراحل إن احنا نلعب بأعلى جودة عشان نحاول في الآخر نطلع بفينش كويس. غير طبعا الناس المهرة الصناعية بقى والناس الفنيين وبتوع الجودة والتخطيط، الكلام ده شغله. لكن أنا نفسنا بقى كلنا نعرف ليه أستاذ محمد جمال يعني حضرتك أصريت إن أنت تخوض يعني معركة قوية جدا، معركة يعني إرضاء المرأة. معروف إن المرأة يعني أكتر حد متعب، أكتر حد إرضاءه صعب، أكتر شخصية غير سهلة الاختراق. إزاي أنت قلت أنا هشتغل في مجال العباية، والعباية يعني أنت بتتعامل مع ستات، والستات كل واحدة لها ذوق وكل واحدة لها ستايل، وكل واحدة بيعجبها ده أو ميعجبهاش ده، ليه ما قلتش أنا هحب مثلا أنا أخوض في براندات البدل الرجالي، القمصان الرجالي، الشغل الرجالي، وابعد خالص عن يعني قلق وجع الدماغ الستات ووجع فعلا الدماغ. ليه انت اخترت بالذات الحرب دي؟ انا بسميها حرب، ان انت فعلا تاخدها بجداره، وفعلا ان انت يعني تاخد المعركه بكل ضراوه وتنجح فعلا وتسيب بصمه اسمها السمر ستايل في كل البيوت المصريه، وتقول الحمد لله احنا بنغسل العبايه مره واثنين وثلاثه وعشره ونفس الرونق موجود، اللون الاسود الله اكبر طبعا كل ما فيش اختلاف عليه. عايزين بقى نعرف منك ليه بالذات اخترت انت تاخد الموضوع ده؟ اولا انا مختلف معاك ان الست كائن صعب، بالعكس ده كائن كيوت. مش معقوله. لا لا موضوع سهل. تحيه يا جماعه الاستاذ محمد جمال، هو بيشوف ان المراه كائن كيوت يعني. دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا بنحاول نلبي كل الاذواق، يعني بالطبيعي ان كل حد ذوقه غير التاني، كل حد الوانه غير التاني. حضرتك النهارده لابسه عبايه تقريبا بيسموها دم غزال او حمراء مثلا، تمام. في حد ممكن تكون العبايه اللون ده مش مناسبه ليه، في حد بيفضل الاسود، في حد مش بيفضل العبايه اللي فيها لون تاني، في حد بيفضل العبايه الساده، في حد بيفضل العبايه تبقى اسود في اسود وهكذا. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نرضي كل الاذواق. عشان ترضي كل الاذواق يبقى انت محتاجه تلعبي على كل الاعمار، بتبتدي من البنوته الصغيره اللي بتروح الجامعه لسه، بنبتدي نعمل الحاجه اللي ذوقها مناسب ليها ومناسب لطبيعه الاستخدام بتاعتها. فما تيجي البنوته تلاقي في حاجه مناسبه للكلام ده تروح بالجامعه، فهتلاقي كذا لون وكذا اختيار، فبتلاقي اللي هي اللي مناسب ليها. بتلاقي الموظفه اللي بتروح الشغل بتاعها عايزه حاجه تكون عمليه تعرف تتحرك جواها، تكون حاجه مش بتحررها بنعمل لها او بنوفر لها اللي هي عايزاه وهكذا. فانت كل ما بتعملي فرايتي اكبر كل ما بتقدري تستقطبي شريحه اكبر من الناس. اما بقى احنا موجودين في كل حته، احنا الحمد لله تقريبا موجودين مغطيين معظم مصر، واحنا من 2001 زي ما قلت لك في السوق.
ما شاء الله. لكن يعني عايزين نعرف منك ازاي قدرت انت تغير فكر يعني سائد عن كل الناس العباية السوداء التقليدية اللي جدتنا كانوا بيلبسوها، اللي الست اللي حابة تنزل السوق وسريعا كده بدل ما تلبس جيب وبلوزة على طول هتلف بالطرحة عشان مشوار سريع هتروحه، لكن انت خليت النهاردة أستاذ محمد اني انا خارجة، وانا مش مجرد ان انا خارجة بحاجة تقضية غرض بلبسها سريعا عشان راحة وجاية على طول ومش هتاخد مني وقت، لكن انت خليتني النهاردة اخرج وانا شكلي انيق، يعني وفرت لي في الوقت على طول. طبعا اجمل حاجة ان كل عبايات حضرتك معاها الطرحة، فطبعا البنوتة مش هتقعد بقى تلف كتير جدا عشان توجد للدريس اللي هي لابسها طرحة. انا شايفة ان انت اخدت مش مجرد عباية، انا بشوفها النهاردة بقت قطعة فنية بورتريه. انا بشوف النهاردة ان انا شخصيا بقيت يعني بشوف الحاجات اللي حضرتك بتبعتها لي حاجات فيها انا بقول ده دريس، يعني انا مش شايفاه خالص عبايه بتاعت زمان اللي هي عبايه الواسعه المهروله. ما العبايه اللي انت بتتكلمي فيها دي خلاص اختفت. الكلام اتغير خالص. زمان كانت العبايه عباره عن تقريبا ثلاث اشكال بزراير من قدام كده على البنده ودبل كده والتانية المقفوله من قدام. النهارده الموضوع اختلف خالص، النهارده كل حاجه اختلفت. الفرش اللي احنا قاعدين عليه ده كان زمان بيتعمل خياميه بالايد، يتقص بالمقص ويتثبت بالايد، واحد يقعد يخيطه عشان يديك الشكل ده. ده دلوقتي برنت في ثانيه. القماش بيخش الـ 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 البلوتر بتاع القماش يتطبع يخرج خلص الموضوع. فكل حاجه اختلفت. فالنهارده انت بتستخدمي التكنولوجيا والتطورات اللي حصلت حواليكي على حسب المنتج اللي انت بتشتغلي فيه. احنا النهارده كل حاجه تقريبا حوالينا بنستخدمها في المنتج بتاعنا. يعني احنا ممكن يكون عندنا شكل ورده كده معمول من البلاستيك، بنجيب الواح بلاستيك مخصوصه بنقطعها ليزر، بنعمل الكلر اللي احنا محتاجينه، بنوظف لها الخامات اللي احنا عايزينها، بنحطها في الحته اللي احنا عايزينها. اذا احنا النهارده ممكن نكون بنستخدم بلاستيك في العبايه، بنستخدم حديد في العبايه، بنستخدم ازاز في العبايه، بنستخدم كل حاجه تخطر على بالك، بنستخدم عده انواع مختلفه من الاقمشه في نفس المنتج. الله تمام. غير عشان توصل في الاخر القطعه مميزه. ما هو انت عشان تعملي حاجه مميزه لازم تبقى مختلفه. وعشان تبقى مختلفه لازم تضيفي فيها اللمسه بتاعه الاختلاف. فاحنا كل حاجه موجوده حوالينا بنستخدمها. زمان ما كانش فيه الامكانيات دي كلها موجوده. زمان ما كنتيش تقدري تعملي مثلا فيلم كمبيوتر بتاع تطريز، صعب. النهارده لا، النهارده الموضوع بسيط. النهارده ممكن تاخدي صوره فوتوغرافية عاديه وتدخليها على المكنه بتاعه التطريز، تحوليها لفيلم غرز وتنزل على المكنه نطرز الشكل اللي احنا شفناه على القماش. فالنهارده بقى الموضوع مختلف. حضرتك شايف ان التكنولوجيا ساعدت حضرتك وكانت عامل ايجابي جدا ليك في الشغل، لكن عايزين بقى نشوف الجانب السلبي اللي ادته لنا التكنولوجيا يا استاذ محمد. بمعنى ان النهارده استاذ محمد عمل موديل جديد، موديل جديد نزله على الجروبات وبدا يقول والله النهارده سمر ستايل منزلها موديل جديد موجود عندنا في فروع سمر ستايل. تمام. نبص نلاقي شركات المنافسة ومصانع المنافسة تاخد نفس الشكل اللي حضرتك عملته وتقليد بالظبط، علشان ان هي سهل قدامها ان هي جابت الصورة من على النت وفعلا تعمل زيها. حضرتك بتشوف ده ازاي؟ زيها مستحيل. هقول لك ليه. سواء احنا بنتكلم على ملابس المحجبات او غيره، عشان حد يقلد منتج لازم يلعبني او يضربني في حاجه من الاثنين، يا ينافسني في السعر يا ينافسني في جوده اعلى. حضرتك عشان تروح تشتري منتج سواء لسمر ستايل او غيره، عشان تروح تشتري الحاجه وجالك حاجه تانية شبهها، هتدوري على حاجه من الاثنين دول، يا السعر يا الايه يا الجوده. يا هيلعب بجوده احسن من الجوده بتاعتي فتضطري حضرتك تشتري منه هو ما تشتريش مني، او هيلعب بسعر اقل من السعر بتاعي. خلاص. لو بدأنا بموضوع السعر، عشان يعمل سعر مختلف عن السعر بتاعي هو ما عندوش اختيارات، هو هيضطر يلعب في كاتيجوري مختلف من الخامات كلها. هينزل بمستوى الخامات يا استاذ محمد، مش هيقدر يعمل نفس الخامات. مستحيل. طالما بيلعب في السعر بنفس السعر مستحيل. طالما بنتكلم في سعر يبقى مستحيل. خلاص. غير ان احنا كمان احنا الاسعار بتاعتنا اسعار منافسه جدا، لان احنا بنصنع الخامات بتاعتنا في كوريا مباشر، فاحنا بنستلم من كوريا مباشره بدون وسطاء. فالموضوع بيختلف. فلما حضرتك بتكوني بتجيبي كميات كبيره من حته معينه اكيد سعرها مختلف عن حد تاني بياخد كميات اصغر او من اماكن مختلفه. خلاص. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه نقطه الجوده.
احسن خامه موجوده في السوق في كوريا احنا تقريبا بنشتغل فيها، فهو ما عندوش اختيارات، مش هيعرف يجيب الجوده اعلى من الجوده، فما فيش جوده، يبقى هو مش هيعرف ينافسني في الجوده، مش هيعرف ينافسني في السعر. الموضوع كله باختصار بيبقى حد شاف حاجه عجبته فعايز يعمل حاجه شبهها، فبيروح مقلد وخلاص. انما مقلد وخلاص مستحيل تطلع الحاجه نفس الحاجه، مستحيل. انا شايف الثقه بالنفس ما شاء الله عجباني قوي، مش في النفس دي، ثقه في المنتج. لا يعني اسمح لي اقول لك ان ده نابع ان حضرتك متاكد وضامن قوي قوي خاماتك، وضامن قوي قوي افكارك، ان مش هيجي اي حد مجرد يقلد تقليد اعمى وهيوصل لنفس المنتج بنفس الشكل. اللي بيقلد عموما ما بيكملش في السوق، دي حاجه طبيعيه يعني، ده في اي مجال. تمام، اللي بيقلد اخره بيقلد شويه وبعد كده خلاص بيسكت، ما بيعرفش يكمل لان هو ما عندوش حاجه يبتكرها خلاص. غير ان معظم الخامات اللي احنا بنشتغل بيها صعبه شويه تتقلد، لان احنا بنجيب خامات مخصوصه لينا. الالوان اللي احنا بنشتغل بيها الوان مختلفه عن الالوان اللي في السوق، يعني لو حضرتك نزلت تجيبي كتان مش هتلاقي الدرجه دي في السوق. الدرجه دي لا مش موجوده. انا فعلا يعني اول ما شفتها يا استاذ محمد ازاي ده كتان واللون دم الغزال، استحاله الاثنين يتقابلوا. احنا بنعمل الالوان بتاعتنا على حسب الرؤيه بتاعتنا او على حسب ما احنا هنشتغل الموسم، فاحنا بنشتغل بالوان مختلفه. حتى الالوان اللي موجوده عندنا لو حضرتك دخلتي على الفيسبوك وشفتي الصفحه بتاعتنا هتلاقي الالوان بتاعت الشغل بتاعنا مختلفه عن الوان المصانع الاخرى المنافسه لينا في السوق. هو ده اللي عاجبني قوي في سمار ستايل، ان حضرتك بتجيب الوان احنا ما كناش معتادين عليها في العبايه. يعني انا مثلا بكلم حضرتك احكي للاستاذ المشاهدين فبقول له استاذ محمد يعني انا بقالي كذا حلقه بلبس اسود، يعني انا حابه اغير، يا ترى هل عند حضرتك حاجه غير الاسود؟ فطبعا كان رده عليا قال لي انت بكره هتفتحي وهتشوفي. فطب قول لي طيب انا هلبس ايه؟ قال لي انت بكره هتفتحي وتشوفي. يعني بنطلع يعني انا بقول والله عليه قطعه فنيه، بطلع ازاي كتان وازاي دم الغزال، استحاله في اي يعني في كل الاقمشه ان انت تلاقي كتان وباللون دم الغزال، استحاله في الاسواق المصريه. احنا بقى عايزين نعرف بقى منك مراحل التصنيع العبايه بتكون ازاي. مراحل تصنيع العبايه هنقولها بشكل مختصر بس عشان الناس تفهم الموضوع من غير ما نخش في تفاصيل كتير للقصه. الاول العبايه بتبقى ليها فكره ديزاين هنشتغل بيه، هنفترض ان الديزاين ده عباره عن مثلا بوكي ورد مثلا محطوط على الصدر. الديزاينر اللي عندنا، احنا عندنا ديزاينر شاطرين جدا، بتيجي مثلا ترسم الديزاين بتاعها، بنتفرج عليه نشوف مساحته، نشوف مساحته بالنسبه لمساحه الصدر كبير صغير مناسب مش مناسب، الالوان بتاعته مناسبه ولا لا، بنبتدي نتكلم في الماتيريال اللي بتعمل بيه التطريز. هل التطريز ده هنعمله ايه، خامه في خامه ونقطعه ليزر، ولا هنعمله تطريز خيوط، ولا هنعمله كمبيوتر، ولا هنعمله يدوي، ولا هيبقى هاند ميد خرز وكسر واستراس وحاجات كده. بنتكلم في النوع اللي هنشتغل بيه، بعد ما نوصل مع بعض للنوع اللي بنشتغل بيه بنبتدي بعد كده نخش في المرحله اللي بعد كده اللي هو بقى ايه، مرحله بتاعه الباترون. تمام، عندنا الباترونست بتاعنا شاطر جدا، بنتكلم معاه في الموضوع وبتبتدي المهندسه او ديزاينر تشرح له الفكره اللي عايزاها من السكتش، لان في بعض الاحيان الرسمه مش بتبين كل التفاصيل اللي انت عايزاها. لو انت عايزه الكم من تحت ضيق شويه او واخد كيرف معين مش الرسمه مش بتبين كل التفاصيل، فبتبتدي تشرح مع الباترونست الفكره في الموضوع، بيبتدي يطبق الكلام ده على الورق، وبعد كده بندخله على البرنامج بتاع الباترون، نطبع ناخد نقص نعمل العينه نوقف. بعد ما بنتفرج على العينه بنبتدي بقى نقرر في العينه دي اخبارها ايه، حلوه وحشه، محتاجين نعدل الالوان، محتاجين نعمل الوان تانية مختلفه، محتاجين نعمل تعديل في العبايه نفسها. نبتدي نتناقش في العبايه نفسها قبل ما نقول اوكي ولا لا. قلنا اوكي بنبتدي العبايه تخش مراحل التنفيذ على طول. شوقتنا نشوف ازاي دي مراحل التصنيع. احنا معانا فيديو، استاذن حضرتك استاذ محمد اعزائي المشاهدين هنشوف فيديو لمراحل تصنيع العبايه. هو الفيديو مش مراحل التصنيع، الفيديو اللي معانا ده الميكنج بتاع التصوير. كان في كذا حد كان طلب مني عايز يشوف الشغل بيخرج ازاي. تمام، بعد الكلام اللي احنا قلناه ده كله بناخد القطعه وبنعمل فوتو سيشن للقطعه بتاعتنا عشان نقدر نطلع الصوره اللي حضرتك بتتفرجي عليها على السوشيال ميديا او على او في البرامج يعني. طب يلا نشوف مع بعض بقى. اوكي اتفضل. يلا نشوف مع بعض الفيديو. I
I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and alone? Who's gonna walk you through the dark side of the بعد ما شفنا فيديو ازاي البنات اللي بيعملوا سيشن تصوير لعبايه سمر ستايل، ما كناش متخيلين يا استاذ محمد كميه التعب دي، يعني كل ده علشان الصوره الجميله اللي احنا بنشوفها، مش متخيلين خالص ان وراها كل المراحل دي من التعب والمجهود. وراها مراحل، وراها كمان كاست من الناس كبير، لازم يكون معاكي مصور شاطر، ماشي، لازم يكون معاكي مكان انت مأجراه عشان تشتغلي فيه يكون كويس، لازم احنا هنا مأجرين اوتيل مصورين فيه، لازم يكون معاكي فريق عمل كويس، لازم يكون معاكي ميك اب ارتست شاطره، لازم يكون معاكي حد هيلبس يكون شاطر، حد بتاع لفاته راح يكون شاطر، لازم يكون عندك مودلز شاطرين بتوع محجبات، لان المودلز برضو في ناس بتعرف تلبس حجاب وفي ناس مش بتعرف تلبس لكن حجاب. اسمح لي اقول لك ان اللي احلى من كل ده ويعامل بصمه قوي في الصور هي عبايه سمر ستايل، ومعانا ايناس من اسكندريه. اهلا وسهلا بيك يا ايناس. الو الو، ايوه، اهلا بيك يا جميله. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. ازيك يا استاذه شيماء؟ الحمد لله يا مدام ايناس، منوره البرنامج. ربنا يخليك يا رب. عبايه عليكي تحفه ما شاء الله. تسلمي يا قمر. ده العمر على طول يعني. انا والله من ساعه ما لبست من سمر ستايل والحقيقه ان معجبين كتير زادوا، فبشكر جدا والله استاذ محمد. سمر ستايل فعلا بسمته ما شاء الله. ما شاء الله حلوه. تسلمي يا حبيبتي. مستر محمد. نعم. زي حضرتك؟ مساء الفل. بصي، هو انا مش عارف اتكلم عن المصنع كمصنع، بس انا هقول رايي فيه از كلاينت، يعني عند مستر محمد. هنقل راي الكاستمر بتوعي، يعني انا از كلاينت هنقل راي الكاستمر بتوعي في البرودكت نفسه. يعني هو انا طبيعه فروعي الاول، هو انا صاحبه توكيلات اسكندريه والغردقه. بسم الله ما شاء الله. احنا جالنا المره اللي فاتت، ويعني اكتر حد اتصل بمصانع سمر ستايل كان من اسكندريه انيس. والله يعني ده الحقيقه نتيجه لجنه تقصي الحقائق في مصانع سمر ستايل، قالت ان اكتر حد اتصل كان من اسكندريه. عايزين نعرف يا ترى الاسكندرانيه معروف عنهم يعني ان هم اذواقهم عاليه جدا ومش اي حاجه بترضيهم. يا ترى العملاء في اسكندريه مدام ايناس عاملين ايه معاكي؟ العملاء في اسكندريه زي العملاء في كل حته، بس هم بيبقوا فعلا طبيعه، يعني انا في فرق كبير قوي بين الغردقه وبين اسكندريه في طبيعه العملاء، زي ما انت ذكرتي بالظبط كده دلوقتي. ان في اسكندريه الدنيا الكاستمر المصري نفسه، يعني الكاستمر المصري نفسه طبيعته مختلفه، لكن انا في الاثنين الطبيعه الساحليه بتاعت الفروع بتاعتي عندي كاستمرز اجنبي كتير. اصل مدام الناس عندها فروع في الاسكندريه وعندها فرع في الغردقه. فهي بتقول ان النوع العميل هنا مختلف عن هنا. عشان في الغردقه عندها اجانب كتير. قولي لنا بقى يعني الفرق بين الاثنين، ازاي التعامل مع الفرد الاجنبي او العميل الاجنبي يا مدام ايناس؟ بصي، هو العميل الاجنبي في اسكندريه الاغلب بتاعه، يعني الاجنبي في اسكندريه والغردقه عموما، بس العرب، يعني العرب، الغردقه غالب قوي الاجانب، يعني الجنسيات اللي هي الاوروبيه. انت عايزه تقولي مدام ايناس ان العبايه المصريه بيشتريها اجانب؟ اه، معقوله؟ انا هقول لك على حاجه، انا
يعني ببقى مبسوطه في الاول خالص وانا شايفه العميله منبهره بالموديلات ان هي مش مصدقه ان ده منتج مصري اصلا. دي العميله اللي هي عموما في العرب او الاجنبي كلها على بعضها. هقسم لك الاجنبي بقى اللي هو العربي يعني الاجنبي العربي يعني ان يعني احنا عندنا عمر مثلا من ليبيا العراق المغرب whatever الجنسية بتاعتها هي بتبقى عايزة تشتري عباية يعني كأنها شارية من بره من دبي مثلا فبتبقى مش مصدقة ان دي منتج مصري يعني هتشتري العباية من مصر بس مش عايزة تصدق ان دي منتج مصري يعني. شكرا ليكي إناس بجد شابو ليكي وشابو الأستاذ محمد وانتوا بجد بترفعوا راسنا جدا مع يعني ما شاء الله انت بتقولي اجانب وكمان يعني زوار كمان سياح عرب فاحنا سعداء قوي قوي ان العرب اصبحوا بياخدوا من مصانعنا في مصر ويصدروا لنا للدول العربيه. معانا صور استاذ محمد معانا صور عايزين حضرتك تعلق لنا عليها. تمام اتفضلي. طيب الموديل دوت موديل حرير. هنوقف على الصور ولا هي. هنكمل؟ لا هي الصورة هنثبت صورة أستاذة علي. أوكي. احنا نقول الفكرة بس في كل موديل بسرعة عشان نشرح بالتفاصيل. العباية دي عباية حرير أسود سوادها غامق قوي ومطعمينها بالتطريز اللونه بيج مع قطعة كتان بيج مدخلين البوكيه اللي حضرتك شايفاه عبارة عن كتان مع خيوط بيج. ما شاء الله يعني سواد عباية سمر ستايل فارد نفسه بطريقة فظيعة يعني أسد في وسط الألوان كلها يعني السواد ما شاء الله الدرجة الحلوة درجة اللي هي فعلا ما فيهاش تشبيحة بيسموها جيت بلاك. جيت بلاك ما شاء الله ده يعني حاجة زي بلو بلاك. لا مش بلو بلاك. طب نشوف معانا الصورة التانية. ده موديل تاني كنا منزلينه كده عشان رمضان اسود في اسود ما شاء الله التطريز اللي فيه برضو باللون الاسود واخد صرمه جري كده غامقه قوي يعني مش باين اللون الجري قوي بس مديها طعم في الموضوع وحاجه سود اسود في اسود كده بسيطه عشان اللي عايز ينزل يصلي التراويح كده بعبايه سودة بس مش حابب يكون فيها الوان او حاجه برضو موفرين له الموضوع يعني. طبعا كل عبايه بسم الله ما شاء الله يعني احنا شايفين يعني بتتكلم عن نفسها شياكه واناقه وفي نفس الوقت يا استاذ محمد كل واحده بتقول لا انا متبرجه او يعني مش انا مش لاقيه يعني والله انا شفت بنوته يعني صديقه تقول لي اصلا مش لاقيه يعني لبس شيك وفي نفس الوقت محتشم فانت رديت على كل بنوته بتقول انا نفسي ابقى شيك ومحتشمه وبحجاب رديت على كل بنت انت مش هتبقي شيك بس يعني انت هتبقي بسم الله ما شاء الله رمز للاناقه وانت لابسه العبايه ومفيش اي حاجه مفتنه فيكي وفي نفس الوقت يعني العبايه ما فيهاش اي حاجه تقدر ان احنا نقول انت عليك وبرك تختار بقى تختار بس الحاجه المناسبه ليها فقط. عايزين نتكلم عن الموديل ده والباقي علينا احنا. الموديل ده برضو عبايه حرير بس احنا بما اننا في الصيف مدخلين فيه كتان زي ما انت شايفه احنا مدخلين الكتان اللون الرمادي لفينه على الباندا كلها كده لحد الاخر وعلى الكمين واخدين تطريز على الشريط الكتان اللي على الكمين بالالوان السوداء والجري بدرجاته ما شاء الله. في صور معانا تانية يا استاذ علي. طيب ده موضوع تاني دي فكره تانية برضو عبايه حرير سوداء بس عاملين فيها الفكره بتاعه البلورو كاجوال كده عاملين كانه حلو قوي يا استاذ محمد يعني انا كنت في مصنع حضرتك وقست حاجه زي دي شيك قوي 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 في اللبس والبلورو بيدي احساس ان يعني درس وعليه يعني حاجه كاجوال كده شويه حاجه كاجوال بس هو شكله كانه قطعتين بس هو قطعه واحده وفي منه لون تاني احنا عاملين منه اللون دوت اللون اللي هو على الفوشيا البسيط في الاخضر وفي منه لون تاني على زيتي اللون الزيتي اللي انا قسته ما شاء الله ما شاء الله. طب معانا صور تانية يا استاذ علي. معانا صورة تانية يا استاذ محمد. برضو نفس الموضوع بس المره دي احنا عاملين التطريز على الديل برضو اسود في الاسود وعاملين التطريز على العبايه كلها لافف من ورا ومن قدام ما شاء الله. كمان داخل معانا ده اللون التاني اللي احنا كنا بنحكي فيه نفس الفكره بس ده اللون التاني بتاعه ده لون روز كده شويه بناتي شويه وبرده نفس الموضوع بالكتان دي حاجه تانيه اسود حاجه تانيه يعني لا ده موضوع تاني وهي القطعه هنا تحسيها سواريه شويه اكتر منها عبايه عاديه لان فيها كمان هاند ميد كتير فيها كريستال كتير فيها متفرغه ليزر وبعدين حاطين تحت اللون لون ساتان تاني بيلمع وهي العبايه كلها ساتان على فكره اسود فهي حاجه تانيه تعتبر بتاعت بالليل شويه يعني ما شاء
شاء الله. يعني انت ارضيت كل الاذواق، ارضيت البنوته معانا العبايه دي طبعا انا حضرت فيها بيها في حلقه من الحلقات، الحلقه الاولى تقريبا. بسم الله ما شاء الله على كميه الكومنتات اللي جات لي. العبايه مبهجه، عملت حاله من البهجه للساده المشاهدين، وبقت الناس تسالني يعني ازاي الالوان في بعضها، وفي كده نوع يعني في كمستري، انت عامل نوع من انواع الكيمياء مع الالوان، تحس الالوان فرحانه، حس انه ربيع. الالوان بيختارها الديزاينر اللي هو بيعمل الموديل نفسه، يعني اللي بيصمم الموديل هو اللي بيوقف بنفسه بيشرف على الالوان وبينزل يجيبها كمان بنفسه ساعات من السوق لو الالوان مش متاحه عندنا، فهو اللي بيتابع القصه دي بنفسه. فالموديل لما بيطلع حلو هو بيبقى قاصد انه يعمل الموديل مبهج. انت وريتنا استاذ محمد في المصنع البنت اللي ما شاء الله بس مهندسه شيماء حضرتك قابلتيها، يعني ديزاينر ما شاء الله، وقاعده بكل دقه يعني في التفاصيل، وبعدين تعمل كل يعني كل مرحله وتيجي لحضرتك. طب ايه راي حضرتك كده؟ طب نكمل على الشكل ده، يعني مش مجرد بقى صور زي الناس اللي بتيجي من بره صور وتطبع ويعني يدوبك كده اللي هو ايه تقليد، لا حضرتك جايب ديزاينر عندك في المصنع قاعده كل مهمتها ان هي تبتكر في تصميمات وبترجع لحضرتك في كل تصميم. اولا احنا عندنا ثلاثه ديزاينر، مش ديزاينر واحده، احنا عندنا ثلاثه شغالين، الثلاثه ما شاء الله اشطر من بعض، الثلاثه فاهمين كويس في شغلهم، فاهمين كويس في اللي بيعملوه، وهم الثلاثه يعني بيتنافسوا مع بعض وبيتنافسوا بتحدي كمان في السوق علشان المنتج الافضل والاحسن اللي يطلع ايه واللي ينجح كمان في السوق. تمام استاذ محمد جمال، من اول حلقه وانت عامل لنا كده حاجه حلوه جدا مفاجاه لكل الساده المشاهدين في رمضان، ان حضرتك احنا عاملين سؤال، والسؤال كان الحلقه اللي فاتت كم سنه صامها الرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته، وكانت الاجابه 9 مرات، وفازت معانا بالجائزه الحاجه زينب احمد من اسكندريه. برحب بيكي يا حاجه زينب، اهلا بيكي. اهلا بيكي، منوره الدنيا حبيبتي، وانتي يعني كسبتي معانا الجائزه. وكم سنه بقى صامها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 9 سنوات، لان هو من جت عليه تاني سنه في الهجره وهو مات في 11 فبقت 9. ما شاء الله عليكي. يعني احنا طبعا انا يعني عايزه اشكرك واشكر الشركه. لا تعرفي كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيبه وبخير محمد، كلها طيبه يا رب. قولي لنا احساسك ايه بقى لما عرفتي ان انت فزتي معانا؟ والله يعني سعاده طبعا، هي يعني مش للقيمه، يعني انها يعني حاجه قيمه ان انا اقابلكم واشوفكم، وراحه نفسيه تقدير يعني. إيه طبعا انت شرفتينا، واستاذ محمد جمال يعني نفسي اشكر الاستاذ عادل، دكتور عادل، لان الدكتور عادل انا عارفاه من ايام دكتور عادل عبد العال، كان ان شاء الله المفروض يشرفنا، لكن احنا بنديكي الجائزه. كنت عايزه اشكره لان انا اعرفه من ايام ما كان بيعمل البحوث على علاج الكبد، فهو صراحه بنشكرك جدا وربنا معاه ويكبروا اكتر واكتر ان شاء الله يا ماما. وبنتفضلي حضرتك، ويعني يا رب دايما كده تكوني متابعه برنامجنا وتجاوبي على كل الاسئله. قناتكم يعني قناه كويسه وفيها حاجات ثقافيه كتير، و يعني فيها كذا حاجه يعني، برنامجك كويس وان شاء الله اللهم صل على النبي. بنشكرك جدا يا ماما. احنا معانا سؤال جميل جدا الحلقه، ما هي اول صلاه فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعزائي المشاهدين هيكون معانا ثلاث جوائز للي هيفوز معانا، الرقم موجود على الشاشه، تواصلوا معانا برساله على الواتس، احنا مش عاملين ليكوا اي يعني ارقام اللي هي بتاخد منكوا تكلفه عاليه، لكن رقم عادي، رقم مصنع سمر ستايل، جاوبوا معانا او صفحه سمر ستايل ممكن تجاوبوا عليها. واحنا الحقيقه فاز معانا ثلاث فائزات الحلقه اللي فاتت، فازت معانا استاذه سهى مراد، ولكن عندها ظروف ما قدرتش تيجي، هنحاول ان احنا نتصل بيها. ومعانا كمان حبيبه طارق برضو فازت معانا. وطبعا انا يعني بشكركم جدا جدا على ان انتوا يعني فعلا متجاوبين معانا في الاسئله، وفعلا بشكر استاذ محمد انك بتفرح الناس، يعني ما شاء الله شايفين تجاوب قوي على الفزوره.
وحاجه حلوه ان انت تفرح بقى المتسابقات وداخلين على العيد وتلبسهم عبايه العيد من سمر ستايل. شكرا. احنا نتشرف دايما بالمتسابقات ونتشرف دايما باجوبتهم. احنا ممكن نستقبل الاجوبه زي ما اتفقنا على الواتساب او على الصفحه بتاعت سمر ستايل على الفيسبوك. فهنا او هنا هنقدر بنعمل منهم فوتين كده ونختار منهم الفائزين. يعني احنا كمان هنقول السؤال تاني مع حضرتك يا استاذ محمد. ما هي اول صلاه فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة على الأرقام اللي متواجدة على الشاشة، هتبعتوا رسالة واتس أو على جروب سمر ستايل، برضو هيكون معنا اللينك على الشاشة. احنا بنكون والله يعني بنحب ان احنا فعلا نفرحكم، لكن الفكره كانت فكره استاذ محمد جمال، وكلنا فعلا سعداء ان احنا ان هو بيحققها لنا وفعلا بيسعد الناس وادخال السرور على قلب مسلم يا استاذ محمد. طبعا. طيب عايزين بقى نعرف منك يا ترى، عايزين يعني كل الناس مع ارتفاع الدولار وارتفاع الاسعار وجدت نفسها في مشكله كبيره جدا، يا ترى محمد جمال صاحب مصانع سمر ستايل قدرت ان انت تواجه العائق ده ازاي؟ هو طبعا المشكله زي ما انت قلتي، المشكله كانت تقريبا على كل المستويات، ما كانتش على مستوى بعينه او على مجال بعينه. احنا حاولنا على قد ما نقدر واحنا شغالين ان احنا نعمل سيفنين كوست للحاجه، بنحاول نجيب المنتجات بتاعتنا من المنبع الرئيسي بتاعها عشان نوفر في ثمنها او يبقى ثمنها مناسب لينا. بنحاول على قد ما نقدر واحنا بنشتغل الكميات بنراعي النقطه دي، بنحاول نقلل التكلفه بتاعتنا في كل حاجه واحنا شغالين. بنقلل التكلفه مش في الماتيريال، تكلفه الدوره الانتاجيه بتاعت الحاجه، عشان نحاول نطلع المنتج على قد ما نقدر يكون بسعر مناسب. وزي كده ما اتكلمنا، احنا بنطلع شغل اوريدي بره مصر، بنطلع لدول الخليجيه. المنتج اصلا العبايه السوداء اصلا عبايه خليجيه اصلا، احنا خدنا منهم السوداء، احنا ما كناش بنعمل عبايه سوداء في الاول، بس بسبب السعر احنا بقينا نديهم شغل بره. يعني بسبب النقطه بتاعت السعر اللي حضرتك ذكرتيها، احنا لحد دلوقتي برضو ارخص منهم بكتير. انت لو هتنزلي تجيبي عبايه النهارده مثلا ب 500 600 جنيه عشان تجيبي زيها على نفس الماتيريال من بره من اي دوله، هتلاقيها تقريبا بنفس الرقم بس بالعمله بتاعت الدوله. معانا حد بقاله كتير قوي، استاذ ابراهيم من القاهره، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ شيماء؟ اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بالف خير. بمسي على الاستاذ محمد، منور دايما. مساء الفل يا باشا. وطلاته الجميله علينا. مساء الفل يا باشا. ازيك يا باشا؟ ازيك؟ صح الحمد لله. استاذ ابراهيم على فكره مش من القاهره، ده من ميت غمر، وده صاحب توكيل سمر ستايل ميت غمر. النهارده تقريبا هنتكلم توكيلات. يعني احنا بقى عايزين نعرف منك يا استاذ محمد، دلوقتي بيدهمنا بسرعه والوقت الحلو دايما بيعدي بسرعه، لكن عايزين نعرف منك ايه هي الفروع بتاعت سمر ستايل؟ اللي حابب يشتري عبايه من سمر ستايل يعمل ايه؟ تليفونات كتير بتسال. طيب يعمل ايه؟ احنا التليفونات موجوده على الشاشه، الفروع موجوده في كل حته. عندنا معانا استاذ ابراهيم اهو من ميت غمر، اللي المره اللي فاتت العميله اتصلت قالت ما بيردش على التليفون، هو معانا على التليفون. انت يا استاذ ابراهيم يعني جاي لك كمين على الهوا، المره اللي فاتت العميله بتقول ما بيردش خالص. والله احنا تابعنا مع الناس، بس هي بتبقى في وقت حضرتك طبعا انت عارفه احنا في ايام ضغط شويه علينا، فبيبقى احيانا الموبايل صامت، بيكون الموبايل في الدرج، بيكون مثلا في اي حاجه تجهيزات جوه الشغل بتاعه. بنشكرك جدا يا استاذ. لكن بنتابع دايما مع العملاء، يعني ما بنقصرش معاهم. بنشكرك جدا يا استاذ ابراهيم. كل بنوته عايزه تشتري العبايه تعمل ايه يا استاذ محمد؟ تنزل تشتري من الفروع بتاعتنا اللي مكتوب عليها سمر ستايل. الفروع موجوده على الشاشه كلها. كل الفروع. انت استاذ محمد جميل عامل فروع في تقريبا معظم المحافظات. تقريبا. لكن عايزين نعرف سر ان كل محافظه فيها فرع واحد، ايه بقى؟ هو تقريبا كل بلد فيها فرع واحد، لان احنا بنفضل ان احنا يبقى عندنا توكيل واحد بينزل المنتج بتاعنا. التوكيل بيبقى بيشتغل في الشغل بتاعنا بس، وبيحاول على قد ما يقدر يرضي العملاء اللي موجودين في المنطقه. فانا مش محتاج يكون مثلا في ميت غمر، مثلا مش محتاج يكون في ميت غمر، عندي محل واحد، عندي محل واحد بس في ميت غمر، هو ده اللي بيشتري من بلد ميت غمر بيشتري منه في المحل فرع واحد، وفي الباقي زي سيم. يعني استاذ محمد جمال مدير مصانع سمر ستايل، انا شاكره وجودك جدا جدا معانا، وشاكره يعني افضالك ان انت فعلا بتفرح المتسابقات اللي فعلا بيفوزوا معانا. واوعد الساده المشاهدين بقى ان انت تكون معانا ان شاء الله الحلقه الجايه عشان نقدم احلى كوليكشن للعيد الخميس الجاي ان شاء الله مع بعض باذن الله، وهيبقى
اللي هيجاوب معانا على الاسئله على صفحه بتاعه الفيسبوك بتاعه سمر ستايل يشرفنا، وهنختار برضو ثلاث متسابقات جداد ان شاء الله ونقابلهم الحلقه الجايه ونكمل مع بعض بقيه الشغل. واحلى كوليكشن للعيد من سمر ستايل. اعزائي المشاهدين خلصت حلقتنا، بس ما خلصتش لقاءاتنا، مع وعد بلقاء متجدد. ودايما عندنا شعار يعني اعزائي المشاهدين، سمر ستايل كل عبايه وراها حكايه. اشوفكم الحلقه الجايه.